تلبية الدعوة. إذا بداية هنالك إشادة من خلال تصريحات المتحدث باسم الخارجية الأمريكية لفكرة وأيضا مبادرة رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون بخصوص حلحلة الوضع في النيجر وحل الأزمة. في الحقيقة يعني ما يجري حاليا على مستوى الدولي والجهوي، يعني وما رئيس الجمهورية يعني قال يعني تدخل على مستوى جميع العامة للأمم المتحدة أن العالم يعرف يعني تطورات يعني خطيرة جدا وليس لها مثيل يعني في السابق. إذا هنا الوضعية أولا متأزمة وخطيرة في نفس الوقت، وهنا يعني ربما علينا يعني أن ندرس يعني ما هي يعني ربما اقتراحات الجزائر في هذا الموضوع. يعني اقتراحات الجزائر يعني من دول يعني أولا اللي موجودة في الساحة الدولية والعالمية اللي عندها اقتراحات يعني لمعالجة يعني الأزمات اللي راهي موجودة حاليا في الساحة، ولا شيء يعني شيء يعني لا يمكن الاستهانة بها. الجزائر أصبحت يعني فيما يخص يعني معالجه الأزمات ويعني دراسة يعني كيفية خروج من هذه الوضعيات الخطيرة، يعني الجزائر أصبحت يعني مثل يقتدى به من طرف أيضا من طرف الدول العظمى. يعني أعرف أن الجزائر يعني تؤثر يعني بقوة على مستوى دول الساحل في مالي والنيجر، وجزائر يعني كلمة الجزائر مسموعة ومحترمة، وهذا اللي ربما يجعل أن نوع يعني تقارب بين الولايات المتحدة والجزائر فيما يخص محاربة الإرهاب، فيما يخص يعني الأمن، فيما يخص السلام، وفيما يخص الملفات الأخرى اللي ربما عندها أهمية كبيرة. إذا التقارب الأمريكي الجزائري يعني في الحقيقة يعني ما راهوش جديد، يعني العلاقات الجزائرية الأمريكية يعني أصيلة وقديمة، وربما يعني الجزائر يعني في عدة مناسبات الجزائر يعني شاركت بقوة لحل يعني مشاكل وأزمات. يعني ونعرف أن يعني مجلس الأمن يعني عنده المهام الأساسية هو الأمن والاستقرار، لم ينجح في يعني بعض الملفات الثقيلة، ولكن يعني عندما تدخل في الجزائر، نعطيكم مثال تاع إريتريا، يعني مشكل الصراعات اللي كان موجود في إريتريا، يعني الجزائر كانت عندها دور فعال وميثاق سلم يعني أمضي هنا في الجزائر، لأنه في أيضا ملفات أخرى كالمالي والنيجر. الجزائر جات يعني في الحقيقة فيما يخص النيجر جات باقتراحات قوية للخروج من الأزمة، وفيه يعني مساندة سياسية قوية من الدول العظمى فيما يخص هذا الملف. إذن التقارب الجزائري الأمريكي يعني ممكن يعني نفسره ببعض النقاط الهامة أو بعض الملاحظات الهامة. أولا التقارب يعني على مستوى الأمني أولا، لأن يعني الإشكاليات الأمن والإرهاب في الساحل أصبحت يعني ذات يعني مستوى اللي ربما أصبحت خطيرة يعني تمس بأمن واستقرار يعني كل هذه المنطقة، النقطة الأولى. والنقطة الثانية من الناحية الاقتصادية لازم نعرف أن فيه على مستوى القارة الإفريقية فيه صراعات جيوستراتيجية ما بين الدول العظمى الولايات المتحدة والصين وأفريقيا، والولايات المتحدة تحاول أيضا يعني فرض الوجود تاعها على مستوى القارة الإفريقية. وأن الجزائر يعني عندها دور تاعها، أولا الجزائر يعني ترفض أن تجعل من أفريقيا يعني عرضة للصراعات ما بين الدول الكبرى. الجزائر عندها يعني عقيدة، العقيدة تاعها هو يعني أن نجعل من القارة الإفريقية قارة يعني ربما يعني تستطيع أن يعني
أن توصل يعني أن تنفذ يعني 17 يعني أهداف لربما ل 17 أوبجيكتيف ديفلوبمون ديرابل تاع الأمم المتحدة، 17 يعني أهداف للتنمية المستدامة للأمم المتحدة. الجزائر يعني الهدف نتاعها هو يعني التنمية في أفريقيا، وهذا ربما يعني نربط ذلك مع يعني اقتراح الجزائر يعني لتنظيم ندوة عالمية، ان كونفرنس انترناسيونال فيما يخص الساحل. هنا ربما يعني ممكن يعني نؤكد على ربما يعني العقيدة الجزائرية يعني تعارض الحل السياسي والعسكري في محاربة كل آفات اللي راهي موجودة على مستوى القارة الإفريقية. وهنا لربما يعني الاختلاف ما بين الجزائر وفرنسا، والاختلاف ما بين الجزائر والولايات المتحدة. الجزائر يعني ترى أن الحل الوحيد هو التنمية، وهي التنمية اللي ممكن يعني تجعل من هذه القارة يعني تعرف الأمن وتعرف الاستقرار، وربما يعني تثبت استقرار المواطنين والشعوب على مستوى الأقاليم. وأيضا يعني إذا يعني أعطينا يعني دفعة كبيرة وقوية للتنمية، ربما سنحارب عن طريق الاقتصاد، سنتحارب يعني ونجعل من رقعة يعني اللا أمن ومن رقعة يعني المنظمات الإرهابية والجماعات المسلحة يعني ربما تتقلص يعني التأثير نتاعها، والرقعة نتاع الجغرافية ستتقلص يعني بفضل يعني السياسات الاقتصادية لجعل من هذه القارة قارة آمنة، و يعني قارة يعني ربما تعرف الأمن والاستقرار. نعم أستاذ حسان يعني قسيمي، لو نتحدث يعني من خلال المتحدث أو ما قاله المتحدث باسم الخارجية الأمريكية بأنه الجزائر تلعب دور من أجل أمن واستقرار المنطقة، وأيضا أنه في توافق جزائري أمريكي فيما يخص انتهاج المسار الدبلوماسي والسلمي في حل النزاعات، يعني نفس طرق التعامل يقول المتحدث باسم الخارجية الأمريكية. هذا بمثابة موقف رسمي إذا ما صدر، إذا ما نشوفه أنه صدر من متحدث باسم الخارجية الأمريكية. أضف إلى ذلك يأتي هذا الحديث في ظل محاولة أطراف لتشويش على مبادرة رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون ووصفها بالغير مجدية. يعني في الحقيقة يعني الولايات المتحدة يعني هي دولة عظمى، هي دولة عظمى وعندها يعني ربما يعني بصفة يعني دقيقة كل المعلومات عن ما يجري في العالم وعن ما يجري في الدول، وتعرف العلم اليقين أن الجزائر دولة عندها إمكانيات، أن الدولة الجزائرية عندها تجربة، والولايات يعني العقيدة تاع الولايات المتحدة فيما يخص أفريقيا عرفت التطور، لأن يعني إذا الولايات المتحدة تعرف أن فرنسا يعني أخفقت في أفريقيا على أساس أنها يعني جعلت من التدخل العسكري الباشا يعني هو وسيلة للسيطرة على الأقاليم، ووسيلة أيضا للسيطرة على الدول. أن الولايات المتحدة تعرف أن هذا الحل وهذه يعني استراتيجية يعني فاشلة، وهنا ربما يعني الشيء اللي جعل يعني نظرا إلى مصالحها أيضا لازم نعرف أن الولايات المتحدة يعني همها الواحد هو الدفاع عن المصالح عندها. والجزائر أيضا يعني العقيدة عند الجزائر أن عقيدة سياسية ثابتة، ولكن عندنا أيضا عقيدة اقتصادية يعني تتطور مع تطورات الأزمات وتطورات يعني الأوضاع على مستوى القارة الإفريقية أو الجهوية. والجزائر أيضا يعني تجند إمكانيات كبيرة لمحافظة مصالحها على مصالحها الاقتصادية والسياسية والثقافية، وأيضا مصالحها يعني الأمنية والعسكرية. إذن هنا فيه تقارب نظرا ان الولايات المتحده العقيده الولايات المتحده تطورت، ويعني تعرف يعني علم اليقين ان الجزائر هو طرف يعني لا يستهان به، ستان بارتنير انكونتورناب يعني غير ممكن يعني 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 في الساحل او في افريقيا. يعني الولايات المتحده تعلم ان الجزائر يعني هو شريك قوي
وشريك اللي ربما يسمح باش يعني نوصل الى بعض الاهداف ما يخص الامن والاستقرار وايضا محاربه الجماعات المسلحه والجماعات الارهابيه. نعم، اشكرك جزيل الشكر الاستاذ حسن قسيمي المختص في شؤون الهجره والتهديدات بمنطقة الساحل على هاته المداخلة. إذا نواصل مشاهدينا هذا الموعد الإخباري في ظل ما يعيشه العالم وخاصة المنطقة الأفريقية من أزمات ونزاعات، الجزائر تتمسك بمواقفها الثابتة تجاه القضايا التي تصب في عقيدتها المبنية.